السلام عليكم. وعليكم السلام يا أبي. زاب أريد أن أتلاب مساعدتي إلى السوق. يا أبي، ماذا سأشتري عندما أذهب إلى السوق لهوا؟ أعد قائمة بما تحتاج إلى شرائطي في السوق لهوا. أوه، أنا بحاجة لشراء الدجاج والخضروات والبطيخ والبابايا والخبز. تعال، هذه معدة جدا. أذهب إلى السوق بسيارتي الحمراء. شكرا أبي. واو، هناك الكثير من الأشياء في هذا السوق. هناك دجاج وخضروات وغير ذلك. أهلا وسهلا يا أبني، ماذا تريد أن تشتري؟ أهلا بك، أريد أن أشتري السكري وجمبرية وبعض الخضروات كالكرنبو الخيار والطماطم. خذ نصف كيلوغرام من الجمبري وأحد كيلوغرام من السمك. كلها خمسون ريالا. هذا هو نقود يا عم. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا يا عم، وإلى اللقاء. مع السلامة.